organizations, منظمات غير حكومية، منظمات إغاثة، زي مثلا دول يعني مجموعة بس من المنظمات المعروفة، بس المنظمات دي لا عدد لها ولا حصر. عندك الـ ICRC ده اللي هو الصليب الأحمر، الصليب والهلال الأحمر، اللي جنبيه ده منظمة حقوق الإنسان، بس مش منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا دي حاجة اسمها أمنيستي، أنتوا أكيد سمعتوا عنها. نعم؟ لا، غير منظمة العفو وغير منظمة حقوق الإنسان. منظمة العفو ومنظمة حقوق الإنسان دي تبع الأمم المتحدة، دي الـ non governmental organization، النسخة بتاعتها الغير حكومية اللي هي غير خاضعة لمساهمات دول، يعني قائمة على التبرعات، احسبيها زي ما تحسبيها. الرمز الثالث اللي هو بالأحمر ده حاجة اسمها save the children، أو منظمة إغاثة للأطفال. في International Medical Corps أو القوات الطبية الدولية، دي سيبك من الاسم بس، هي دي منظمة إغاثة قائمة على التبرعات. في أوكسفام دي شغالة في كذا حاجة، مش قصة دكاترة بس، لا تحلية مية وإزالة ألغام ومش عارف إيه والكلام ده. وفي جنبيها طبعا النجم اللي هو الـ MSF، أو أنا مش هعرف أنطقها بالفرنساوي، بس اللي هي Doctors Without Borders أو أطباء بلا حدود. المنظمات دي شغالة في كل الدول، بس mainly طبعا في أفريقيا. المنظمات دي بتدي مرتبات حلوة، مش زي الأمم المتحدة، لأن هي منظمات إغاثة وقائمة أصلاً على التبرعات، بس بتقدر الدكتور اللي هياخد بعضه ويطلع يترمي في سيراليون ولا ليبيريا عشان يجري ورا الإيبولا هناك. بتديله كام؟ بتديله المرتب الأساسي حوالي 2500 دولار، زائد معيشته اليومية هناك. معيشته اليومية دي تشمل أكل وشرب وإقامته وتنقلاته، تمام؟ طيب، في حاجة تانية من الحاجات اللي شغالة مثلا في أفريقيا مثلا، أو حاجة تبع الحاجات الإغاثة والكلام ده ومرتباتها حلوة. في حاجة اسمها صندوق التعاون الأفريقي الدولي، حد سمع عنكم عن الصندوق ده؟ ده صندوق في وزارة الخارجية المصرية في الدور الثامن هنا اللي هو في ماسبيرو ده. لو رحت رميت سي في هناك بتاخد الرول بتاعك لما يتوافق عليه، وبيطلعك فين؟ بيطلعك ضمن حاجة اسمها الاتحاد الأفريقي في دول معينة في أفريقيا اللي فيها النزاعات الجامدة، زي دارفور، زي الصومال، زي الكونغو، بتبقى تبع ايه؟ تبع الحكومة المصرية والاتحاد الأفريقي في نفس الوقت، بس بتقبض بالدولار. بتقبض كام؟ على حسب المكان من 3.5 لـ 4 شهرية. ماشي؟ وده السوات اناليسيس بتاع السفر، سواء تبع الامم المتحده او تبع منظمات الاغاثه او اللي هو صندوق التعاون الافريقي، بس انا بتكلم على الامم المتحده مين هي. نقاط القوه، امكانيات، انت عندك امكانيات بلا عدد وبلا حساب، خاصه في الامم المتحده. لو اشتغلت مثلا في الامم المتحده في السودان او في الكونغو او في افريقيا الوسطى، انا بتكلم على الـ 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 المهمات الكبيره اللي تبع الامم المتحده في افريقيا، ده غير الفلوس وغير ان انت قاعد في مكتب مكيف ومكتبك الخاص بيك وعندك ليزر برينتر ومش عارف وفاكس وسكانر ومش عارف وتكييفك ودلع دلع دلع، برضو معاك عربية، مش معاك انت بس، يعني هو المفروض ان كل نفرين ونص بياخدوا عربية، او يعني بالبلدي كل 5 تنفار، لو انت السكشن بتاعك الميديكال سكشن فيه 5 دكاترة بتاخدوا عربيتين ايه؟ نيسان باترول او تويوتا براد ولا بتاع، حاجات من الحاجات الفور باي فور، انتوا بتدوروها ما بينكم يعني،
النهارده انا مع فلان، النهارده اصل انا عندي مشوار، اصل مش عارف ايه، بس انت بتوصل بين زمايلك يعني بعد ما الشغل بيخلص. العربيه طبعا هي مش بتاعتك، بس مصاريفها كلها عليهم هم، يعني بنزينها ولا سولارها ولا قطع غيارها ولا صيانتها ولا اي حاجه عليهم. ايه؟ لا انتوا تقفلوا خالص صفحه كندا وتخليكم معايا في افريقيا. سفر سفر يعني الامم المتحده او المنظمات الرئيسيه اللي شغاله مع الامم المتحده، مش منظمات الاغاثه اللي احنا اتكلمنا عليها، لا انا بتكلم عن الامم المتحده والمنظمات بتاعتها اللي هي زي دبليو تشو والكلام ده. بيدي لك حاجه اسمها لو انت اشتغلت انترناشونال، مش مصري هنا تعبان في مكتب الامر وبتاخد ربع مليون جنيه في السنه، لا لو انت اشتغلت انترناشونال بتاخد حاجه اسمها ليسي باسيه. ليسي باسيه دي اللي هو باسبور لبني. باسبور لبني، الباسبور اللبني ده بيخولك ان انت تخش اي دوله في العالم without prior visa او من غير ان انت تقدم على فيزا، انت بتاخدها once يعني on arrival، يعني once ان انت وصلت لمطار الدوله، عدا الولايات المتحده بس هي اللي بتشترط فيزا مسبقه، هي وكندا، انما عدا ذلك فبالتالي سافر زي ما انت عايز بقى تفسح يا اخي، ما انت معاك فلوس وبتاخد اجازات، بتاخد اجازات بالعبيط. يعني ايه بالعبيط؟ المفروض ان انت كل شهر ليك يومين ونص working days اجازه. استنى بس اتقل. ال working days دول 5 ايام في الاسبوع، دي ايام العمل، 5 ايام في الاسبوع انت بتاخد يومين اجازه. انت كل شهر ليك يومين ونص اجازه working days. معنى ايه؟ ان انت كل شهرين هيبقى عندك 5 ايام، 5 ايام working days. طب ما الخمس ايام working days دول بتوع الاسبوع قبليهم في جمعة وسبت وبعديهم في جمعة وسبت، او سبت وحد على حسب المكان وسبت وحد. فانت بالتالي كل شهرين مش ليك 5 ايام بس، انت فعليا كل شهرين ليك 9 ايام. ايه تذكرة السفر من خرطوم لدبي بكام؟ انت بتاخد على قلبك قد كده، اطلع فسح بقى. تمام؟ ده لو انت مش عايز تقعد في مثلا سي السودان او الخرطوم. انت لو قعدت في السودان او الخرطوم هي اي نعم تعبانه. لا انا بكلمك على بصي يعني عشان بس العين بس يعني انا ده عشته او اقل منه شويه في السودان في الخرطوم. لا بس هو ده انا لا ما فيش اي حاجه وراه خالص. بصي خشي مش عندك نت في البيت WHO وخشي على الامبلويمنت وشوفي المرتبات، هو كاتبينه يعني الكلام ده مش انا بضربه، مكتوب. خشي شوفي وشوفي الدنيا ماشيه ازاي وشوفي المرتبات ماشي. بقى اصبري بقى انا جاي في الكلام واحده واحده، قول الحاجه الحلوه الاول وبعدين نخفف التوقعات شويه. ايه؟ لا 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 لا. طيب ثواني بقى يا جماعه، ثواني احنا لسه هنكمل الكلام. احنا كنا فين بس عشان سايد توكس دي انا مش مركز خالص، انا مهمني. احنا قلنا كنا في دبي باين. طيب طب لو انا ما رحتش دبي، لو انا قعدت في سي مثلا في السودان في الخرطوم في اي حته، طب ايه المشكله؟ انا هناك مش هبقى سوداني ولا هبقى مصري. حد فيكم عاش في المعادي مثلا ولا جاردن سيتي ولا الزمالك او بتاع؟ في طبقه اجانب كده، عارف اللي هو اللي بينزل مش عارف ياخد الكافيه بتاعه فين او الكرواسون فين او بتاع. انت هتبقى كده يعني ايه؟ هتبقى كده انت بتتعامل في السودان ان انت انترناشونال ستاف، فبالتالي انت بتبقى انفايتد لحفلاتهم، انفايتد في حفله سفاره كذا بمناسبه يوم الاستقلال مش عارف ايه، هتلاقي دعوه جايه لك بصفتك واحد من ضمن الناس اللي شغاله في منظمه اغاثه او منظمه الامم المتحده العامله في المكان ده. فهتلاقي كل يوم حفله،
حفلة الناس عاملينها في المكتب عندك، ولا في مش عارف في فلان الفلاني عامل حفلة، مراته ولدت في استونيا فعامل حفلة ولا بتاع. فلا مش عامل حفلة في استونيا، عامل حفلة في الخرطوم. اوكي ولا جود. طب قدامنا 10 دقايق فهنجري شويه، هنخلي القرب ده بعدين. في من المزايا الاخرى الكالتشرز، ان انت بتتعامل مع دايفرستي اوف ناشوناليتي، مختلف الجنسيات، بتشوف الكالتشرز، بتشوف التعامل، بتشوف اللغه بتاعتهم، بتلقط من هنا كلمتين ومن هنا كلمتين، من هنا عادات ومن هنا عادات. نوليدج، معرفه رهيبه. انا كراجل بتاع تروبيكال طول عمري في تروبيكال، لما رحت مثلا السودان وافريقيا الوسطى انا اتعاملت مع حاجات انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا اتعامل معاها، مش الملاريا والكلام الفارغ ده، لا، انا اتعاملت مع الايبولا في حته اسمها ابيي في السودان في 2007، واتعاملت مع حاجه اسمها كرينيان كونجو، ده من الحاجات الفيرال الهيموراجيك فيفر، اتعاملت مع ريفت فالي فيفر، اتعاملت مع حاجات غريبه جدا ما سمعتش عنها. انت تسمع عن حاجه اسمها مونكي بوكس زي التشيكن بوكس كده؟ سمعتوا عنها؟ يمكن انتوا شاطرين، انما انا ما سمعتش عن المونكي بوكس دي غير لما شفتها في السودان. فانت بتوسع مداركك وتشوف حالات كتيره جدا، مش شرط ان انت تروبيكال، انت كطبيب. في مزايا تانيه للعمل في الامم المتحده، انا بتكلم على الامم المتحده او منظمتها، ان انت ليك معاش بعد فتره معينه من سنين الخدمه هناك، انت ليك معاش وليك ميديكال انشورنس، ليك تامين طبي، وليك بعد في بعض الاماكن مسموح لك ان انت تصطحب العيله، وليك منحه مدارس عشان تدخل عيله في المدارس. طب خليني اكل شويه وبعدين عشان بس الناس ما تقفلش علينا القاعه ونتكلم زي ما احنا عايزين بعد كده. من اهم الحاجات اللي انا يعني نفسي اشتغل فيها هناك عشان النقطه دي، ان هي ستريس فري. يعني ايه ستريس فري انفايرمنت؟ يعني مفيش حاجه اسمها عقاب، مفيش حاجه اسمها حد يفتش عليك، مفيش حد واقف على كتفك، كل واحد في حاله، كل واحد في شغله، كل واحد بيعمل اللي عايز يعمله، وليك مطلق الحريه. انت عملت شغل اليومين في ساعتين، خلاص اقعد اتدلع زي ما انت عايز. ما حدش هيجي يقول لك انت عملت ايه ليه كده ولا بتاع، لا، الا لو حصلت غلطه. في غلطات هيحاسبك عليها لو غلطات في الشغل، وخاصه لو ناتجه عن اهمال. وفي حاجات زيرو تولرنس، زيرو تولرنس ما بيحتملوهاش خالص، زي مثلا انت ودي الحمد لله حاجات مش عندنا احنا كشرقيين يعني، او في بعض ممكن الناس يبقى عندهم يعني، اللي هو طبعا زي drinking and driving don't mix، فهم عندهم زيرو تولرنس في الحته دي، ما ينفعش ان يبقى حد شارب وسايق عربيه من عربياتهم. دي زيرو تولرنس، دي لو اتمسكت فيها بيلغي عقدك تماما وبيدفعك بغرامات وقصه ونيله وبتاع، والتحرش ده زيرو تولرنس. عدا ذلك محدش بيواقف فوق دماغك، فبالتالي ستريس فري. ايه نقطه ضعف؟ ان انت بره مصر، بره البلد. في ناس اخرها ان هو لو نزل من القاهره للجيزه بيقول ان هو اتغرب، لا، انت هتتغرب، هتقعد فتره، ولازم تبقى عامل حسابك على كده. انت مش وقت ما انت عايز تنزل، لا، في شغل بيدور وانت بتاخد قصاده فلوس. نفس القصه في الاوبورتيونيتيز، تقريبا مور اور ليس نفس الكلام اللي احنا اتكلمناه في الجيش. الثريتس الانسكيورتي، ليه يعني انسكيورتي؟ عدم امان. عدم امان ايه؟ عدم امان سواء امني، يعني امني موقف امني، انت في بلد انستيبل، في بلد فيها مشاكل، في بلد فيها حرب اهليه، في بلد فيها قلاقل، في بلد فيها غياب للقانون، في بلد فيها نزاعات، في بلد فيها نزاعات قبليه ممكن تبقى انت كوتي في النص، في بلد فيها مشاكل ما بينها وما بين الامم المتحده عشان مش عارف منظمه او المحكمه الدوليه اصدرت حكم ضد البلد او 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 او. الجزء الثالث اللي عايز بس اكلمكم فيه، معلش انا اسف جدا ان انا بجري، واسف جدا ان انا خدت يعني اعر الحلقه او اخر اليوم يعني، بس غصب عني.
الجزء الثالث اللي انا حاليا شغاله غير ال WHO consultations، انا ماسك الانفكشن كنترول في مصر الدولي وجزء من فريق الجوده هناك، وانا ماسك الهيلث كير كواليتي في المستشفى بتاعتي بتاعت الجيش اللي هي مستشفى حماية القوات المسلحة، ولا بصفة مدنية ولا بأي حاجة، ده out of loyalty أو من نابع الانتماء للمكان بس. Infection control و health care quality من الحاجات اللي لسه لا زالت جديدة علينا في كالتشر في مصر. بس أنا شايف من إن دي من الحاجات الواعدة جدا. واعدة في إيه؟ واعدة فاينانشال؟ واعدة فاينانشال. واعدة إن أنت تشتغل في مكان كويس؟ والأماكن الكويسة بس هي اللي بتعين الكلام ده دلوقتي، أنت مش هتشتغل انفكشن كنترول في مستوصف، لا، أنت في مصر الدولي، في السلام الدولي، في مش عارف مين بدراوي، في دار الفؤاد. طيب إيه معلش أنا راجع، إيه الاشتراطات إن أنت تشتغل انفكشن كنترول في حاجة زي كده؟ في شهادات كتيرة قوي، في دبلومات بتتاخد ودبلومات معترف بيها، زي مثلا الدبلومه اللي هنا بيدوها في المعهد هنا، وفي حاجات الحاجات اللي هي الانترناشونال مينلي شهادتين، شهاده في الكواليتي اسمها سي بي اتش كيو او سيرتيفايد بروفيشنال في الهيلث كير كواليتي، ودي شهاده سهله قوي ان انت تاخد اي كورس جوده فيك يا مصر في المعهد هنا، هتبقى كويس قوي ان انت تاخد الدبلومه وفي نفس الوقت بعد الدبلومه بتخلص تقوم داخل على طول وانت سخن على السي بي اتش كيو، هتاخدها من اول مره. الحاجه الثانيه الانفكشن كنترول نفس القصه، في حاجه اسمها سي بي اي سي اللي هو سيرتيفايد بروفيشنال ان انفكشن كنترول، ودي نفس القصه اونلاين اكزام برضه زيها زي السي بي اتش كيو، بيبقى الاثنين في حدود يعني كل واحد فيهم بيبقى الامتحان في حدود 300 وحاجه دولار او 400 دلوقتي. ولو انت خدت اي كورس فيك يا مصر برضه هتخلص الكورس من هنا وتاخد الدبلومه بتاعت الكورس من هنا تقوم داخل على الامتحان هتاخده من اول شوط، هتبقى سيرتيفايد بروفيشنال شهاده تحط رجل على رجل اكبر مستشفى فيك يا مصر تبقى تتمنى ان هي تشغلك. طيب مدة الشهادة دي بس سنتين وبتبقى ريسيرتيفايد بناء على حاجة اسمها بوينتس او سي ام اي او قصة تانية كده، الكلام ده سهل بيتجاب عن طريق النت ان انت تحضر كذا مؤتمر او تشوف كذا سيشن او تحضر كذا موديول او 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 او. السالري سكيل بتاع الحاجات دي ايه؟ بتفرق جامد حسب المكان وبتفرق جامد حسب الخبرة، انت خبرتك كام سنة في الانفكشن كنترول او في الهيلث كير كواليتي. بس مش اقل من الناس الجونيور اللي لسه بتبتدي كاريرها في سواء في الكواليتي او في الانفكشن كنترول، مش اقل من 3 up to 15 بقى انت وحظك. لو دار الفؤاد، لو مثلا دار الفؤاد بتدي 15 ده انيشال اكتر من كده، بس هو دار الفؤاد مش هتجيبك وانت لسه واخد الشهاده دي وما اشتغلتش في حاجه، ما طبقتش، ما عرفتش السيستم بتاع او الشغل بتاع الانفكشن كنترول والتركات بتاعته فين او الهيلث كير كواليتي. انا معلش انا عشان يعني الوقت مش عايز اخركم معايا، ف انا هبقى مورزن هابي، انا ما عنديش مشكله، غالبا انا هروح ابات في المستشفى لان انا ساكن في مدينتي فمش هروح دلوقتي، فغالبا هبات في المستشفى، فانا معاكم للصبح لو انتوا حد ليه اي سؤال ولا حاجه هنطلع بره نرد على كل الاسئله، لو عايزين ارقام تليفوناتي ولا ايميلي ولا اي حاجه اوكي ما فيش اي مشكله خالص. في حاجات كتير كان المفروض ان انا اكلمكم فيها بس معلش هو لضيق الوقت ما لحقتش، يعني حاجات بقى بتاعت مثلا المقال الاشعاعي ويعني مفتش اشعاعي واستشاري اشعاعي وقصص كده، في حاجات يعني معلش يعني استحملوني يمكن نتقابل وقت تاني يعني. طيب هو الناس هنا هم هيجهزوا الكونتاكتس وهبعته لكم على الايميلات، اوكي يا جماعه؟ نشكر الدكتور محمد صادق.
في حاجتين بس يا جماعة عايز أنبه عليهم. بكرة من الساعة 11 للساعة 12 هنشغل فيديو عن محاضرة السفر لأيرلندا. ده فيديو